فؤاد أخويا الصغير، هو أصغر مني ب10 سنين تقريبا. أنا اللي مربياه، كان بيحب كل حاجة جديدة لدرجة إن هو جات له لعبة جديدة جايبينها أصحابه من بره، كانت بتعتمد على تعويذة لتحضير الجن. الموضوع عجبه وابتدى يقرأ فيه عن السحر وعن الشعوذة، وابتدى يعمل حاجات كده يستحضر أرواح لحد ما اتأذى، وغالبا جن لبسه من الأرواح اللي كان بيستحضرها دي. فؤاد كان دايما بيضحك وكان ناجح في شغله، أنا معرفش إيه اللي غيره 180 درجة، لدرجة إن هو حاول إن هو ينتحر كذا مرة، وابتدى يأذي نفسه ويعور نفسه، أنا ما بقتش عارفة أعمل إيه. طيب تسمحي لي أشوفه؟ هجيبهولك، بس اطمن إن مفيش حد يعرف إن إحنا هنا، لا أنا ولا أخويا. ممكن؟ أنت عشان كده جيتي من غير ميعاد. أنا موقفي حساس جدا، أنا آسفة. يا دكتورة رضوى، أنا لو سر بيطلع من عندي هنا أنت ما كنتيش جيتي هنا النهاردة. أنا واثقة في كده، بس فؤاد هيرجع تاني زي ما كان؟ إن شاء الله. طب الحسابات إيه من فضلك؟ لا أنا ماليش في الحاجات دي خالص، أنا عندي أخويا حسن هو اللي مسؤول عن أي حاجة في شغلي. أنت منورانا وخد واجبك وهو موجود يعني. ميرسي أوي، ميرسي أوي أوي. ميرسي، شكراً. ازيك يا فؤاد؟ ازيك يا شيخ؟ انا اسمي صابر. ازيك يا شيخ صابر؟ عندك كم سنة يا فؤاد؟ 30 سنة. واللي تعب؟ مفيش حاجة تعبانة غير ريحة البخور ده. ليه؟ معرفش ريحته خانقاني. لا بس ريحته حلوة. مش حلو. لسه تعبان برضه؟ اقول لك بس يبقى ريحته خانقاني. ما حطش بخور تاني بقول لك. محنوب؟ اه في حاجه طبقها على صدري. طب على صدرك من انهي حته؟ فين؟ فين بقى؟ من حته كده؟ بس سلامة أخوك ده ما يفرقش جيبه خالص.